سلم السيد الرئيس محمود عباس درع مؤتمر نقابة الطب المخبري الفلسطيني التاسع في مقر الرئاسة بحضور عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل وأمين عام الرئاسة طيب عبد الرحيم وقاضي القضاة محمود الهباش. وأشاد سيادته بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام الأمر الذي يشير إلى التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في تخصصاته كافة. افتتحت صباح اليوم أعمال المؤتمر الفلسطيني التاسع للطب المخبري تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس. وأحضر حفل الافتتاح عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل ووزير الصحة جواد عواد ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد وممثلون عن الاتحادين العربي والدولي للطب المخبري والكيمياء السريرية، إضافة إلى أكثر من 1000 من المشاركين والحضور في مقر الهلال الأحمر في مدينة البيرة.